انتقى أبطال مسلسل لعبة حب في أمسية خاصة أجواءها بتشبه المسلسل، كلها حب وكوميديا وضحك. حتى اللقاءات على قد ما حاولنا نكون فيها جديين، لكن العفوية والضحك كانوا مسيطرين. لا الحلو انه معتصم صار يعرف تركي كثير منيح. متعصم ده şöyle bir özellik var. متعصم her geldiği gün bir kelime Türkçe ile geliyordu. كنت كل يوم اتعلم. يعني فاهم. يعني حتمثل بالتركي. ما بنعرف. أما معتصم يلي شغل الناس بشخصية مالك، كان سعيد بدوره بالعمل اللي اعتبره مختلف ومميز عن أي عمل معرب ثاني. أحكي لك مالك ولا معتصم النهار ولا شو بالضبط؟ اللي بيحبوه الجمهور واللي بتحبه أنت. أنت شو شايف؟ أنت شو شايف الجمهور عم بيتفاعل؟ شو عم بيقول؟ يعني أنا هلأ بهيك عم طاقة مالك لساتها موجودة جواتي وطاقته بهذا النجاح اللي عم بيصير، فإيه ما عندي مشكلة مالك أو معتصم سيم سيم. خبرني عن تفاصيل الدور لما انعرض عليك، هل وافقت عليه بسرعة؟ لأنه دور مختلف عن الأعمال التركية المعربة، كوميدي ويمكن في مجازفة لأنه ناس تعودت على لون واحد من الدراما المعربة، هل كان في مخاطرة منك إنك تاخذ هيك دور أو لا رحبت بالفكرة؟ لا رحبت بالفكرة الحقيقة، بالنهاية كلياتنا نحن بنعرف اليوم ظرف الأعمال المعربة، كأي ممثل يعني أكيد بيكون عنده تصور شو شكل المشروع، كيف رح يكون المشروع، يعني النقطة اللي كانت عندي شوي هيك يعني كنت مصر عليها إنه نحن ما رح ناخذ المشروع بحذافيره، رح ناخذ اكيد طبعا القصه كلياتها والمواقف والمشاهد، ولكن نحن بدنا نعمل اضافه او نرجع نبني فوق اللي موجود. الحمد لله كان في دعم من كل يعني من كل الجروب، من الجروب التركي شركه او 3 ومن الام بي سي جروب، يعني الحمد لله ما حصل هذا التعاون القوي، وثقوا فينا وامنوا فينا وقدرنا انه نعمل شيء مختلف عن الاعمال المعربه وحتى عن المسلسل الاصلي. وهيك كان رأيه بنور علي بعد ما سألته عن الكيمياء بينهم بالمسلسل. أنا نور بعرفها من قبل طبعا، ما في كان شغل بيني وبينها. نور يعني مثل ما نكون شايفين ممثلة شطورة مهضومة محترفة، عدا يعني عدا عن الصفات الهي، وأنا هذا الشيء الحقيقة اللي بحترمه بأي ممثل اللي هو الاحترافية. طبعا تختلف شكل الاحترافية أو كيف بيفسرها كل شخص، أنا بالنسبة لي عند نور موجودة الاحترافية اللي بشوف فيها مشروع نجمة مهمة إن شاء الله. ونور علي اللي عم تلعب دور البطولة لأول مرة قدام معتصم كانت سعيدة بالنجاح مع إنه كان عندها تخوفات. هلا أنا بالنسبة لي كممثلة من وقت اللي كنت عم بدرس بالمعهد العالي بصراحة شوف غريب مع إنه أنا أول بطولة اللي عم بعملها كوميدي، بس كان دائما يكون الكوميدي أصعب علي، خاف منه لأنه هو يعني كوميدي الموقف بتحسك بالمسؤولية، بس أنا دائما وبقولها بصراحة مع ام بي سي أنا مغمضة وبمشي بوثق، يعني بعرف انه كل الاعمال بيعطوها من قلبهم لحتى تكون دائما منيحة ودائما الممثل طالع باحسن صورة عنه. والتقيت بفريدة اول الله، بقصد سكران مرتجى يلي بتلعب دور فريدة اللي عم بتحقق نجاح كبير بشخصية فريدة اللي خايفة على القصر. كنت عم بحاورها بامان الله ما شفنا الا ايمن عبد السلام معنا باللقاء. هلا كنت عم اقول ودائما بقول له من اول بقول له خارج اوت اوف ذا بوكس، دائما الدائم الاكبر دائما ايمن بيقفل مثلا مشهد القفله عنده، انا بغار لانه بيعمل قفله بتطير العقل وغير قفله بتطير العقل وغير منتفق عليها، عم بصير انا بدي اقفل، عم بصير هو بده يقفل، عم المخرج بيقول لك خلص بقى بدنا نفكر عمل. ونرجع نكمل مع شكران يلي سألتها عن التعاون بينها وبين القدير أيمن رضا. خبريني عن الكيمياء بينك وبين أيمن رضا، كيمياء جدا رائعة وهي من أيام سبع نجوم. جاوبت سألت وجاوبت، هي نتيجة أيام وعشرة عمر وبلشنا سوا وكانت سياراتنا بيك أب ويا البدايات لك عن البدايات، هو قبلي ولكن أنا لما بلشت مع أيمن بجميل وهناء بعيلة سبع نجوم، استاذي ومن اهم نجوم الكوميديا بالوطن العربي. وهيك كان رأي ايمن بشكران. يعني هي الكيمياء قديمة كتير، يعني من ايام ست نجوم وسبع نجوم. الحقيقة هي شكران ممثلة من الطراز الرفيع، يعني ففي كيمياء مثل ما حكيت انت بيني وبينها بالمشاهد، يعني نحن برمشت عين نتفاهم مع بعضنا شو بدنا نساوي شو بدنا نعمل، وكانت هي يعني حقيقة تجربة كبيرة لأنه كان في بحث بكل مشهد أنه ما نطلع أوفر ما نطلع شوي هيك برات الطريق، ما بعرف قديش توفقنا قديش كذا.